حماية قال لي أنا وابني واحد، ما تخافين هو مسافر وما راح يعرف أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بقصة واقعية جديدة من واقع ملفات الحياة، أتينا بها لكم مشان ناخد منها العبرة والعزة في حياتنا. في البداية أحب أرحب بكل اللي عم يشوفني لأول مرة، أهلا وسهلا فيك معنا في القناة، واتمنى انك تشترك معنا في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل جرس التنبيهات مشان يوصلك كل فيديو جديد بقصة واقعية جديدة من واقع ملفات الحياة او واقع ملفات الشرطة. ودائما بحب انوه ان القصص اللي عم نجيبها ليست من دولة واحدة فقط، القصة اللي بتكون منيحة وفيها عبرة وفيها عزة او صاحبها طالب مشورة ورؤية ورأي منا هي اللي بنعرضها، لكن احنا ما بناخد من دولة واحدة فقط. نفوت بقى في القصة الغريبة العجيبة اللي معانا اليوم. القصة قصة شاب في مقتبل الزواج، في عمر الزواج، هو وحيد ابوه وامه متوفية، عندهم بيت ملك بيعيش فيه هو وابوه فقط. بيقول الشاب انا وحيد ابي اعيش معاه في البيت، أخدمه وأساوي كل شيء، أي شيء في حياتي ما بقدر أساويه إلا بموافقة أبي. أبي يقول لي يمين يمين، أبي يقول لي شمال شمال، أبي يقول لي روح تعال كل اشرب البس، كل هاد أبي هو اللي بيقرره، أنا مالية شخصية قدام منه. إذا اعترضت على أي شيء يقول لي افتح باب البيت واطلع، وما عاد ترجع مرة تانية، وأنا رح أعتبر إن ابني مات. كنت مضطر إن أنا أقبل بكل شيء أبي بيطلبه مني، لأن ما فينا عيش برات البيت، وين رح روح، وما فينا أتحمل غضب الأب علي. لبين في مرة من المرات أبي بعتني على شغل ألتزم بيه، هذا الشغل أشتغل فيه 27 يوم وأرجع فيه 3 أيام إجازة. قلت له كتير أبي نتركك كل هالمدة لحالك، لابد أن يكون موجود معاك مشان أخدمك وراعيك. قال له لا، أنت تساوي اللي أنا بقول عليه من غير ما تفتح تمك. قال له حاضر أبي اللي بدك إياه. وفعلا بدأت أروح الشغل 27 يوم و3 أيام بيجيهم إجازة. مرة من المرات وقت رجعت إجازتي لقيت أبي بيفتح معاي موضوع أن أنا بدي أزوجك. فقلت له خلاص أبي، إذا كان أنت عندك مبدأ أنك تزوجني وموافق عليه، خليني أختار ابني أنا ارتاح لها مشان أكمل معاها بقية حياتي. لكن أبي رفض وقال لي أنا اخترت لك العروس بنت منيحة وشكلها حلو وأخلاقها حلوة وسمعتهم زين بين الناس، ما عليك غير أنك رح تيجي معاي مشان نقابل أهل البنت ونخطبها من أهلها. حاولت معه كثيراً ان انا بدي اختار بنت الحلال اللي راح كمل معاها زواجي، لكنه رفض وكالعادة افتح باب البيت واطلع برا وراح اعتبر ابني مات اذا ما بتسمع كلامي. فقلت خلاص ان نروح ونشوف ان شاء الله البنت تطلع منيحة. رحنا تاني يوم وقابلنا الاهلها وقعدنا معاهم والحمد لله طلع شكلها منيحة وحلوة وما في اشي. قلت خلاص ابي ايه اختار لي شي زين، واتفقنا على الزواج وتزوجتها. فأول زواجي عطى 10 أيام إجازة، لكن شرط أبي علينا إن إحنا كنا راح نعيش معاه في نفس الشقة، مع إن البيت فيه أكثر من طابق وفيه أكثر من شقة، لكن أبي رفض. ليش؟ مشان يتونس بينا ومشان يكون معانا، وخايف ان هو يصير له شيء وهو لحاله، فخليكم معاي. وصراحة وقت حكى ابي ان انا بده حدا يكون موجود معاي مشان خايف يصير له شيء، الكلمة وجعت لي قلبي وقلت لا خلاص احنا بنكون مع ابي. فعشت معاه انا وزوجتي، انا بروح 27 يوم شغل وبرجع 3 أيام إجازة، وهي موجودة مع أبي بتخدمه. فمرة من المرات رجعت من شغلي وفت، لقيت زوجتي نايمة بغرفة أبي. اتعجبت من الشكل،
ان هي كيف نايمه بغرفه ابي العمى، انت كيف تنامي هون؟ فلو رحت لها وقلت لها ان انت ليش تركه غرفتك ونايمه بغرفه ابي، قالت لي عادي ابوك مو موجود بالغرفه معاي، وهو في الحمام وانا قاعده هون، وقت انا بنيجي بنام هون هو بينام برا هيك يعني. لكني قلت ايه، مو معقولة يكون في شيء ما بينها وما بين أبي، استحالة يعني، معقول أبي يسوي هيك؟ لا هي أكيد هي كانت نايمة هون وأبي أكيد بينام برا. أستعيذ بالله من الشيطان، أنا ما راح أترك راسي للشيطان. فقلت خلاص، لكني شددت عليها مرة تانية، ما عاد تشوف هالمنظر مرة تانية، إياكي بإيجي ولاقيكي نايمة بغرفة أبي. قالت له حاضر. قلت لها أنا راح أسافر وبرجع مرة تانية وبشوف. رجعت المرة التانية لقيتها هي وأبي موجودين بغرفة النوم مع بعض، قاعدين على السرير، ما شفت شي غير مو منيح، لكن الاتنين موجودين. فعصبت عليها وقلت لها العمى، أنا قلت لك ما تفوتي وتقعد بغرفة أبي، تفوتي وتقعد بغرفة أبي وأبي قاعد معاكي على السرير، لك شو ناقص بقى؟ وبلشت عالق معاها في الغرفة وضربتها، ففات علي أبي يحوش عنها ويقول لي أنت كيف تحكي معاها هيك، وشلون أنت تفكر على التفكير فينا وأنا غضبان عليك ليوم الدين. راحت هي قالت له إيش، قالت لي تعالى أنت بدك تسمع الحقيقة، أنا بسمعك الحقيقة، أنا بنعرف أبوك من قبل ما بنتزوجك، وأنا تزوجتك مشان أبوك، مشان أقرب من أبوك، لكن لو عليك انا ما عاد بدي اياك. قال وقتها رحت واخذها على بيت اهلها وقلت لهم بنتكم ما عاد بدي اياها. شو السبب؟ قلت لهم انا راح اوضح السبب في جلسة عرفية تحكم ما بيني وما بينكم. وفعلا رتبنا للمجلس العرفي مشان يحكم ما بيني وما بينهم، وفي المجلس اجت هي واجا ابي وانا اجيت، حكيت كل شي صار بالحكي اللي هي قالته. فرجعوا في المجلس سألوها انت حكيتي وقلتي هالحكي؟ قالت لهم ايه، يعني انت واعية للمعنى اللي انت بتقوليه؟ قالت لهم ايه. طبعا صارت فضيحة، وفضيحة كبيرة، ان العلاقة ما بينها وما بين ابي وانا زوجها اللي برجع 3 ايام متزوجاني مشان ابي. طلقتها وهي رجعت على بيت اهلها، وأبي قاطعني مشان أنا أحرجته وصغرته قدام العالم كلها، وأنا ببيت جنب شغلي بخلص 27 يوم وبرجع 3 أيام إجازة في البيت وما بفوت عليه. فأنا عرفت إن أبي خلاص هيك غضب علي. رجعت تاني بعد فترة من الزمن، عرفت إن هي حامل، وقبل حملها كانت بتروح على البيت عندي تاني، بان انها انا رجعتها. فانا رجعت وخبرت الناس، قلت لهم انا ما رجعتها وهي رجعت من حلها، وانا مو مسؤول عن رجعتها، روحوا خدوا بنتكم من البيت، بنتكم انا مطلقها. راحوا اخدوها فعلا، وبعدين رجعت عرفت ان هي خلفت صبي، وكتبت الصبي على اسمي انا، وبدأت تروح هي والولد على بيت ابويا بحجة انه ابي يشوف ايه ابني. رجعوا الناس يرجعوا لي مرة تانية ويحكوا لي رجعها، في ولد ما بينك وما بينها. صرت اقول لهم كيف بعد ما صارت الفضيحة اللي صارت، وكيف ان هي بعد عملت علاقة مع ابي قالوا له انت ما شفت شي بعيونك، وهالحكي هي كانت بتحكيه مشان تقهرك، لانك انت شكيت فيها هالشك. وهلا انا صرت مني اعرف شي، هل ارجعها لان هي فعلا كانت تحكي هالحكي وبدها ان هي تقهرني لاني شكيت فيها، ولا ما صدق هالحكي وخليني هيك مطلقها، ولا ارجعها لكن اخد لها بيت برا بعيد عن ابي، ولا ارجعها وارجع عند ابي مشان ابي يرضى علي؟ والله ما بعرف شو اساوي. هيك تكون انتهت
حكاية أخونا المحتار في الوضع اللي عنده. أنا من رأيي أخي إن أنت إذا بدك ترجعها وأنت ما راح تشك فيها مرة تانية، يبقى رجعها وخد لها بيت جنب عملك وتروح وترجع عليها كل يوم. لكن ترجعها وتروح 27 يوم وترجع تاني 3 أيام أجازة، يبقى كأنك ما سويت أي شيء والمشكلة هي هي. أتمنى إن أنتوا تسمعوا القصة للنهاية وتفيدوه، لأن هو بده رأيكم تفيدوه فيه، واكتبوا له في التعليقات وأخونا راح يقرأ التعليقات. يا ريت تعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.